طيب اللي بيعانوا بقى من جفاف العين، كنا اتكلمنا في السؤال ده قبل الفاصل. هو جفاف مشكلة، الجفاف والأمراض اللي وأمراض كتير ممنوع نعملها. اللي عنده جفاف في عينه في أمراض معينة زي الأمراض الكولاجين ديزيز اللي هي الروماتويد، اللي هو حاجات شبيهة بالروماتيزم، الام اس، السكر ينفع لهم؟ لا الليزك؟ السكر ينفع لهم بس ساعة ما أعملها، ساعتها يكون ظابط السكر، بعملها على الستاندر. هو لو السكر عالي هيتغير نظره، لو السكر واطي هيتغير نظره، يظبط يوم ما اعمل له العمليه يكون ظابط سكره اليوم بس في نفس اليوم. اوكي، يبقى انا بعمل له على ايه؟ على الستاندر. على ستاندر. عالي يعرف انه لما يظبط سكره هنشوف 6.6 تاني، مفيش اوكي مشاكل، مفيش مشاكل، فهمت. اوكي، لان السكر بيتغير الضغط الاسموزي للعدسه، فبتشفط ميه او تزيد ميه، فبيتغير ايه؟ بتتغير الرؤيه بالنسبه له.